مرحبا، وأنت جالس على الأريكة ومستلقي على سريرك في غرفة نومك، وبين يديك جهازك اللابتوب المتصل بالإنترنت. يمكنك أن تجمع المال دون اللجوء إلى الوظيفة أو فتح محل خاص بك والدخول في صراعات يومية مع مدير عملك أو مع شريكك في العمل أو مع الزبائن أو حتى مع مصلحة الضرائب. فكل ما تحتاجه هنا هو جهاز حاسوب أو هاتف متصلين بالإنترنت، دماغك ويداك. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف أبدأ في العمل من الإنترنت في البيت؟ إن أول خطوة يجب أن تقوم بها هي أن تبحث عن شغفك أو عن المجال الذي تميل إليه. فمثلا هناك من يحب الرسم، وهناك من يميل إلى الفيديو جيمين، وهناك من يحب المجال الصوتي وحتى الطبخ. أجل سيدتي، حتى شغفك بالطبخ يمكنك أن تستغليه في العمل في الإنترنت. نأتي الآن إلى المجالات التي يمكنك أن تقدم فيها هذه الخدمات أو أن توظفها في الربح من الإنترنت بمجهودات إما بسيطة أو كثيفة، وهذا حسب ذكائك وقدراتك وحبك للعمل وشغفك للنجاح المادي. سوف أقسم في هذه الحلقة هذه المجالات إلى قسمين رئيسيين: العمل الحر أو الفريلانسين، والدخل السلبي أو الباسيف إنكام. بالنسبة للعمل الحر أو الفريلانسين، فهناك العديد من المواقع التي يمكنك أن تعرض خدماتك أو مواهبك التي أنت محترف فيها، كالتعليق الصوتي مثلا، أو الرسم الرقمي، أو تصميم اللوغوهات والتيشيرتات مثلا، أو حتى تقديم خدمات في المونتاج والتعديل على الصور، كموقع fiverr.com أو موقع خمسات العربي. وكل خدمة تقدمها عبر هذه المواقع للزبائن يمكنك أن تجني مبدئيا 5 دولارات للخدمة الواحدة المصغرة. وهناك مواقع أخرى شهيرة مثل موقع Upwork وموقع Freelancer. أما بالنسبة لمجال الدخل السلبي أو Passive Income، فهو واسع وغير محدود، إما من ناحية مجالات العمل فيه أو من ناحية الدخل المادي الذي قد يدر عليك المال حتى وأنت غائب عن العمل، إما مسافر أو في جلسة عائلية أو جالس مع الأصدقاء. وهذا هو المبدأ الأساسي لمجال Passive Income. فمن بين المجالات الشهيرة للدخل السلبي هي إنشاء قناة يوتيوب ونشر الفيديوهات الخاصة بك عليه والربح من خلال إعلانات أدسنس، أو إنشاء مدونة أو موقع ونشر المقالات العلمية أو الوثائقية أو التاريخية، أو حتى وصفات طبية أو وصفات الطبخ والربح كذلك من خلال إعلانات أدسنس، إنشاء تطبيقات خاصة بالهواتف وتطويرها والربح كذلك من خلال إعلانات التي تظهر عليه. العمل في سوق أمازون مثلا، إما من خلال تصميم تيشيرتات على منصة ميرتش باي أمازون ونشرها عليه، أو من خلال تصميم أغلفة الدفاتر والكتب فقط على أمازون كيندل. كان كل هذا ما بحوزتي في هذه الحلقة باختصار شديد ودون أن نكثر من الكلام، فخير الكلام ما قل ودل، وخير كلامنا ما قل ودلك إلى مجالات الربح من الإنترنت. أتمنى أن تكون الصورة قد توضحت لحضراتكم أصدقائي. إن كنت أنت وأنت مهتم بمجال معين وتريد أن نتعمق في شرحه أكثر فأكثر، فاترك هذا في تعليق، ولا تنسى الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وكل تلك الطقوس اليوتيوبية فهي مجرد محفز لنقدم أكثر فأكثر. تقبلوا تحياتي، كان معكم قدوري وليد، سلام عليكم.